عيب يا خال، ده انا افندينا ومش على اخر الزمن واحدة ست اللي هتوقع بيتها. الست دي تبقى مراتي يا خميس. ومرات الخال يا خال يوم ما عيني تتجرأ وتبص لها في قاعها في صوابعي. واحد تبلع عليك ليه طيب؟ عشان توقفني قصاد بعض الوقفة دي وتقش اللي طوله ايدها. صلي على يشفع فيك يا خال، صلي على يشفع فيك والنبي واسمع خلاصة القول. عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. بصريح العبارة كده أنا يعني هودتها حبة على اللي في دماغها، بس ليه؟ ليه؟ كان عندي مصلحة تخصنا كلنا. أنا كان كل غرضي إن أوصل لمرات براء النوح وأجيبها في حجرنا، خصوصاً إن شو بتقابلها عند الست بتاعت السحر والشعوذة اللي اسمها حنتومة، حتى أسألها. أنا في البيت ده إيه؟ أنا عايز أفهم. أنت كبير يا خال، أنت كبير قوي، كبير العيلة وكبير البيت في السن والمقام. لكن أنا كان غرضي المصلحة، والله كان غرضي المصلحة، حتى الكردان ده كان عربون الشغلانة. من ورايا يا خميس؟ وأنا إيه وأنت إيه يا خال؟ ما إحنا طول عمرنا واحد. هو أنت يعني لو قصدت كرامة ولا حتى بنت الباشا في أي مصلحة هقف لك فيها؟ والبيت اللي على المحارة؟ بيت إيه اللي على المحارة؟ أنا لا أعرف بيوت ولا أعرف محارة. أنا اللي عندي قلتهولك يا خال وأنت عارفني كويس. قلتهولي؟ قلتهولي بعد إيه يا خميس؟ بعد ما شفت وتأكدت إنها عايز تضرب مفك ما بيننا. أنا بقيت متأكد من كده يا خال، بس أنا عارفك، عارفك كويس، وأنت مربيني ومحفظهالي زمان، محفظهالي. فاكر يا خال؟ أوعى تدي ودنك لواحدة ست. أوعى يا خال. أوعى. سمعت انا اخبار في السوق كده ان المعلمين كلهم شاطين بسبب السعر اللي ضربته خميس. معلم هذا اللي كان عندي وقال لي الكلام ده. طب وانت ناوي تعمل ايه يا كبير؟ خلينا بعيد. خميس كده بيحرق نفسه وبيكتر عدوينه وكله في الاخر مصلحه. في زياره ليك يا كبير. مين ياد؟ عم الجمال كلهم وعين أعيان نزلة السمان، حبيبك وحبيب أيامك. وأنا بسأل نفسي أنا مبسوط النهاردة ليه؟ علشان هشوف النوح بيه. أؤمرني أؤمرني يا سيد الناس. أؤمرك ده إيه؟ ده أنت اللي جاي عليا. جاي ليه يا مالت؟ حمامة السلام ومرسال الأحبة ولقمة العيش. قوم أنت روح شوف الشغل بره. ماشي يا كبير، هسيبك انا مع مرسال الاحبة. استنى يا براء. ويت. وايه اللي دخل براء في اللي بينا يا مال؟ بعد اذنك يا سيدي الناس، المرسال ليكم انتوا الاتنين وبالاخص براء. انا؟ ما تتكلم يا مال. واحدة عايزاك يا فندم. ابعت. أبصم لك بالعشرة وأضرب لك تعظيم سلام وأنحني لك كمان. أنت إيه اللي جابك هنا؟ تكسب يا فندينا. خدت الراجل تحت بطك وبلفته بكلمتين وأنا اديتني الكتف التمام. راجل مين وكتف مين؟ روحي شوفي حالك. حالي ومالي وكل اللي حيلتي هما اللي خلوني أجي على هنا. وبعدين الحق عليا يعني ان انا عايز اعمل باصلي واوعيك من الحربايه اللي بتحوم حواليك. والله اعلم ناويالك على ايه. حربايه مين؟ اللي رامي سرك في عبها ومديها الامان. ويا اخويا مش شايفه اماره. تتكلمي عن مين؟ مطره. مطرة؟ ايه الحوار؟ خش في الموضوع. خش فين بقى؟ وترجع تنكر؟ انكر ايه؟ زي ما عملت مع الخال.
ده انت جيت قدامه وجبت ورا وانكرت انك ودتني الشقة وفرجتني عليها، فاكر الشقة اللي على المحارة؟ بس يلا انا ما بقاش في دماغي ولا شقة ولا ديول. خشي في الموضوع يا شوق انجزي، ايه حوار مطرة ناويالي على ايه؟ وحيفيد بايه دلوقتي؟ ما خلاص الشقة رايحة لصاحبة نصيبها. ماشي قوليلي اللي عندك يا شوق واعتبر الشقة لسه موجودة. يعني في شقة على المحارة يا خميس؟ خلي وانا وانا مريك يا خالي على الحوار، وهي اللي جت هنا عشان تقول لي على الحوار مطر. يلا شو اسمعني يا خال، يا خال يا خال، انا اول ما جاني المرسال جيت لك على طول وقلت لازم أنا اجيب الواد ده معايا، لا يكون مزعل معاليك ولا معاليك واخد على خاطرك منه، حكيم انا عارفه الواد ده لما بيتنجل يشرب بينسى روح وبيهلفط باي كلام. بوس ايدي باشا براء. يلا بوس. استنى يا ابني، مش انا اللي اتاكل بالبقين دول يا معلم، ولا شويتين دول هيخلوا عليا. اللي ربى خير من اللي اشترى. يا باشا احنا محاسيبك ورجالتك وضلك في السوق. المالتي بيقول ان معاليك عاوزنا، مرنا يا باشا، احنا من ايدك اليمين على الشمال عدل. اتفرج على ابوك يا ابني واتعلم. اتعلم. اتعلم يا باشا. اديني بتعلم. اما رقصه تيجي تعلم عليك وتسلمك زي الكتب لصاحبها تبقى ما اتعلمتش. فهم. اما تفوق وتعمل فيها ذكر وتيجي تهددها وانا قاعد تبقى ما اتعلمتش. يا باشا الموضوع اصله مش كده. اسكت شان انت. اسمع الباشا هيقول ايه. عشان خاطر ابوك انا هعلمك حاجه مهمه قوي. انت فاكر يا ابني ان انا عندي عينتين زيكو؟ انا كل جسمي عينين، شايفه اللي ما يتشافش وقاري اي دماغ بتفكر في ايه. انا بصيت لك كذا مره يا براء عشان تفهم، لكن مفيش فايده، ما بتتعلمش ولا ايه يا معلم؟ معقولك يا باشا، معقولك واللي تؤمر بيه معاليك واجب النفاذ. عشان ابوك والعشره والعيش والملح، الفاتوره دي مش هتدفع دلوقتي، بس خليكوا فاكرين الحساب يجمع. يا باشا انا كنت عاوز اقول لمعاليك حاجه بس. اخرجوا من باب ورانا يا معلم، والعربيه اللي جابتكم هترجعكم مطرح ما جيتوا. يا باشا احنا انست وشرفت يا معلم، زي ما بتقولوا خطوة عزيزة. يلا يلا يلا.